السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي. عندي كتاب النشاط صفحة 12 يونت 1 لسن 6 وحناخذ لسن 7 12 و 13. Fill out an application from for yourself. يقول لك املأ هذه الاستمارة عن نفسك. املأ هذه الاستمارة عن نفسك. طبعا هذه إنشاء اليونت الأول obligation from form. إنشاء اليونت الأول تكتب هنا اسم اسمك اسم العائلة أو هنا تكتب اسمك وهنا تكتب تاريخ الميلاد هنا دي او بي تاريخ ميلادك تكتبه اسمك واسم عائلتك وهنا تكتب تاريخ ميلادك وهنا العنوان ادريس هاعني ورقم الهاتف تكتب وعنوان الايميل هذه ايميل ادريس ولماذا انت يقول وات واي ار يو انتريستد ان اور سكور هنا يقول يعني لماذا انت مهتم بالمدرسة هذه كتبت لكم فعندنا هذا الإنشاء موجود أنا نزلته بقناتي على اليوتيوب نزل الإنشاء أدي هذا كلش مهم عن الكلام الغير المباشر indirect questions كلام الغير المباشر do you have a football but يقول لك وبين قوسين قايل لك if you me have you a football call tell but يقول لك رتب يعني order reorder رتب نقول could you tell رتبها نقول could you tell me if could you tell me if you يعني نقول could you tell me هاي قاعدة ثابتة. شو نقول if you have a football but to where is the cafe where can tell you me is cafe إذا نقول can you طبعا هي can you could you نفس الشيء can you tell me where the cafe is علامة استفهام how large are the glasses are could you glasses me tell how they large اقول لك could you tell me how تبدون من هاي how the large how large the glasses are for what etc activities do you over me you can what etc tell activities you أقول can you tell me what etc activities you over وخلي علامة استفهام هذا مهم جدا كلام الغير المباشر ترتيب الجمل نجي على صفحة 13 هاني صفحة 13 lesson 7 يقول لك هنا complete the verses for giving direction with words from the box يقول لك اكمل العبارات لإعطاء الاتجاهات second و left و through past و right و straight هنا هذا نكتب turn left يعني يقول لك انعطف يسار turn يعني انعطف يسار left يسار turn right انعطف يمين go straight on يقول لك يعني اطلع مثل قبل الفور go past the school اعبر go through the gate ادخل من خلال in the second house on your left يعني يقول لك انه الثاني على اليسار ask and answer a question about how to use the cell exercise center
يقول لك اسألي الأسئلة واستخدم مركز هذا هذا الجملة أولى حالها. يقول how use وهنا جواب type. أقول could you tell me how to use the computer, just type your password thanks. يعني فيقول له أنا هل يمكنك أن تخبرني باستخدام الكمبيوتر؟ يقول له فقط أطبع الباسورد. تو هاو برو فول اوت، شو نقول؟ كود يو تيل مي هاو تو برو ابوك. النقطة الثانية كود يو تيل مي هاو تو برو ابوك. الجواب جاست فيل اوت اوف كارد. تكملتها طبعا صفحة 14 اللي هي النقطة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. يلا عيني. يقول لك how use، أقول could you could tell me how to use the photocopy. نقول just push the round button. يقول هل يمكنك أن تساعدني؟ يقول لك ادفع، باش يعني ادفع. النقطة الرابعة where، يقول could can you tell me where the هذا where the toilets are. نقول go through the door and turn left. يقول لك هل يمكن أن تخبرنا على التواليت؟ يقول إذا من خلال الباب أو العطف أو انعطف يسار. 5 could you tell me where the video are. هل يمكنك يعني يقول لك انت خبرني الفيديو، هل يمكنك بالفيديو are. نقول on the shelf next to the door. وين الفيديو؟ يقول لك هو على الرف بالقرب من الدار. can you tell me when the shelf okay center closes. هل يمكنك أن تخبرني شو وقت يغلق؟ بثمانية at 8 o'clock at 8 o'clock.